السلام عليكم. تعال حلق شوي تعال. السلام عليكم ورحمة الله. يفي جدي معاكم من خلف الشاشة. وأهلا وسهلا فيكم في تختيم The Consequence. The Consequence. The Consequence. Consequence. المهم. اللي هو DLC الثاني من The Evil Within. التكملة لقصة كيدمان. كيدمان. طبعا هذه راح تكون ثاني سلسلة فرعية راح أبدأ فيها بسبب أنه كانت هي ثاني شيء أخذ على تصويت عالي. فراح نبدأ فيها وأتمنى أنها تكون شيء لطيف وخفيف علي وعليكم كذلك. طبعا اللي ما يعرف السالفة النور مطفي معناها لعبة رعب. فاستعد. خلينا أنا كمان استعد. فما نطول ما نطول ما نطول ما نطول خلاص خلاص يلا نبدأ. كيدمان نرجع نكمل نشوف السالفة روفيك وصراحة أنا بسطبط الفايك مسندي. واو فضل عم كذا يعني بس خلنا نفتحها شوي علشان 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 يس 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 روح مال important archive توصل ايش لحظة لا تبدأ كده تحطوني في المعمعة وايت وايت شابتر 3 illusions. طبعا على حسب اللي اذكره في الجزء الاول انه اكتشفنا انه روفيك secrets haunt you. Do you wish to tell them but something holds you back? Come back kid, you have a job to do. هذا كان الجزء الاخير Get away from me. Stop running. كيد ما قلبت عليهم كان الرسم تحسن. أنا ليش في DLC أقول كذا؟ كل DLC أقول كذا. يا أما هم قاعدين يحسنوا الموضوع. هل انتهى؟ رجعنا؟ بجد؟ والله؟ العميلة كيدمان. والله أنا محيوس بدم. أهم شيء أهم شيء أهم شيء أتمنى الجزء هذا ما يكون فيه أورات مشى. كان كيدمان تغيرت. بشو مش يركض ولا ناسي بس دخلنا نفتح له باب قبل تكسر الباب علينا لا يا فتاح يا عليم تونا نقول مو هذا المكان يب هذا المكان اللي كان فيه سيف في القصة الأساسية يا جمال يا جمال هذا الشيء اي فقلنا انه في الرقم السري اضيف هذا الرقم السري طلع من فين طيب ايش هنا اها 15 9 14 من فوق لتحت طيب من اولها كذا بدا ياها كان التحكم تغير يا اخي كذا صاير في تاخير طيب اوه ماي جاد تحركوا مع بعض بلشنا يا صغير اوكي بالكان يثبت اللي فوق اوكي اللي فوق 15 يعني 9 يب واحدة لا المفروض العكس ايه في كل فرة بتزيد واحدة عشان هي المفروض تصير ثلاثة خمسة اوكي ننتظر الحظ يعني
ما راح ابدا باللغز هذا، ما راح ابدا حلقتي بلغز اقعد على نص ساعه، لا شكرا. في النهايه حاجه اجمعها، ماني محتاج اجمعها. المرض الموجود. Are we awake? Hey you. موجودة. What's going on? Where is this place? I'm afraid I cannot answer that. يا حرام. Are you kidding me? Oh, waste of time. لا لو سمحت ما تضغط عليها. شفتي زعلتيها، زعلتيها بنت الناس، ليش كذا؟ ايش الباب مفتوح؟ What? يا اخت ما ابغى اروح مكان، انا بتهكي معك اوكي؟ Have a bad dream. ايش كمان؟ ايش كمان؟ سولفي، ما راح اعرف انام كذا. اوكي. وانت العب انا من اول دقيقة، او ماي جاد. طبعا يا جماعة لا تحسوا اذا قلت او ماي جاد يعني من فئة الناس دي اللي او ماي جاد وما ادري ايش، لا هي يعني للأسف يعني تأثير الصنف الأمريكي. خليني اقول لك واي. We must have that boy. He will enable us to change everything. I'll come back with him. I needn't remind you the consequences for failure. I know. But if Ruvik leaves with him, there must be some way to stop him. إيه. قلنا انه في الحلقة الأخيرة اللي خلى كيدمان قلبت عليهم انها اكتشفت في النهاية انه مش كان، يعني كنت احس انه كان يعني تبغاني ارجع للنقطة الحمراء اللي هناك. شو اسم اغنية دعاية ريد بوينت؟ والله ناسي. طيب اخيرا استنى اني اشرح الحلقة ايش صار. الحلقة اللي راحت يوم زمان موسيقى هذه ايه، فاللي خلى كيدمان تقلب انها اكتشفت انه لو طلعنا ليزلي من عالم شو اسمه الستيم راح نحتاج، راح روفيك يطلع معه، هم اساسا ما يبغوا يطلعوا روفيك، فاحنا فحاولنا نفهمهم قالوا انتم ما تقدقل انت بس طلعي شو اسمه ليزلي، فاحنا مبلشين حاليا. ف راو صار يحطون معاك الاغنيه ليه يعني؟ تبون يسجل كيرن ولا؟ انت ما سويت شيء. راح يشوفوه من الامن من المؤمن ايش كلام فعلا؟ من ال من الامان. اوه 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 لا خرجتني او ماي جاد. لا 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 لحظة بشويش بشويش خلوني اقدر العب اللعبة اوكي. اما ابو كشاف لسه موجود قطوة الصودا يا خاينة، كيف تسوي فيني وانا اقول ليش يبيخ؟ انا قاعد اوسوس ايش صار. Society is wounded. People are suffering. Hopeless. وانا مالي يا اخي. Just as you were before we saved you. Mobius can now do the same for everyone. STEM is a machine designed to connect everyone's subconscious. And whoever is at the center has the power to influence them. There couldn't be a better tool to change the world, to lead. Society needs a curator, and Mobius will be just that, ushering in the next step of humanity. ليه بدي يدي الـ سي بحماس يا جماعة؟ شوي شوي علي، أنا قبل شوي كنت مبسوط ومستانس وكنت متوتر، بس الحين أنا قام. عجب ان كلكم كنتم متحمسين تبون نلعبها. ايش صار؟ شو اللي طيب؟
طبعا عادي اول ربع ساعة تخلص وانا بس كذا قاعد اتمشى ولا قاعد اسوي شيء. لا تاخذ خاطركم ولا تحسبوها علي. شيء العب ما بلعب يا اخي انا مستانس يا اخي اشوف وجهها بدك حتى هي تخون في شيء تخون فجاه كذا وجهي يقلب علي ولا حاجه يا اخي هي البني ادم الوحيد اللي يفتح النفس في اللعبه ايش اسوي لكم؟ لازم اروح ارفع عن نفسي. Hey, I know you're out there. مين؟ مونا. Do you have any idea why this world is the way it is? Hate. Hate. Ruvik's hate. The man's consumed by it. He wants out. Wants to get his revenge. He wants back. What he feels the world took from him. Why? Who's that? But then, man, puff. 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 هو يعني عادي الصوت عادي بس اذا انت مو قاعد تلعب ولابس سماعات وتحس البوف كذا جوا مخك مش عادي. ايش مخلي هناك؟ Despite our powerful benefactors, with this much collateral damage, it's only a matter of time before people start to take notice. KCPD has been dropping by a female officer. I don't remember her name. Regardless, the police are not something I should be involved with. Mobius says they will take care of it and make an effort to ensure KCPD leave us alone. Then there is the reporter from the Crimson Post, Ivan. Something or other, he has become a personal annoyance. He barely qualifies as a tabloid journalist, writing cover stories about tales of church sacrifices and other nonsense. But now he's being persistent about the missing patients claim. I'll be damned if he is the man who brings Beacon down. It seems that Reuben could be useful for other forms of problem solving. Perhaps I can interest this reporter in an exclusive interview. انتوا كم واحد؟ صار اثنين. اوكي شكله سواليف اليوم. ليزلي if I'm still here then he must be too. مستحيل اخش غرفتك انت بتاعك مستحيل ما تحاول انسى. Too bad they dragged you into this. But either way, you're mine. To do with as I please. هذه برضه في اللعبة الأساسية. Sebastian. He must be somewhere else right now. Damn it, he doesn't have anything to do with this. تفتح لنا مكان. ورحت. انا وين؟ بتيجي معنا. You should find this useful. وشو؟ مسدس؟ رشاش؟ ار بي جي؟ بازوكا؟ قنبلة؟ وشو؟
اوه هاي حباب لا اسود. While it is theoretically possible for a host to overwrite themselves on a user, the odds of compatibility are astronomical. But the boy, Leslie, you're saying he's a compatible subject. Yes, and based on Ruben's notes, the stem should be able to run with Leslie as its source. I need you to do tests. Determine what must be done to make him the blank slate we need. I knew what Leslie was capable of. Damn it, why would they hide that from me? والله يا عشان يضحكوا عليك. واضح. What? من الباب اللي دخلت من عنده. اختفى؟ اوكي. ما ادري اذا انتم تهمكم القصه ولا لا، لانه المقصد اعتقد من اللعبه انه الواحد يدخل يشوف تشوفوني خايف. ايش ذا المكان؟ اوكي فالزبده انه كانوا عارفين، يعني هم اخذوني واستغلوني وبعدين قالوا انك انت فشلتي والعواقب، يعني انه انت ترى ولا حاجه عندنا. ما هي العواقب بس انهم قالوا انه انت ولا حاجه عندنا، ف يعني مثل ما جبناك وانت متشرده من الشارع وضبطناك ودخلناك النظام هذا، بامكاننا نسوي مع اي شخص ثاني. فشغلتهم كلها انه يبقوا ليزلي حتى الان. ياي تشيك بوينت. خلاص يلا نشوفكم ان شاء الله في الحلقه القادمه على خير. الو هنا وبيس. صحيح؟ واعجبكم ليش؟ كم لنا نسجل؟ لي 17 دقيقه. ايش تبي بعد؟ خلاص احنا اتفقنا كذا ربع ساعه 10 دقائق وخلاص انتهى. يعطيكم العافيه. نشوفكم ان شاء الله في الحلقه القادمه على خير. بيس ايش فيه؟ خلاص بيس مع السلامة. ماني مكمل 17 دقيقة انتهى خلاص بيس.